كابتن ابراهيم، انا كنت لسه بقول جمله قبل ما حضرتك تخش على طول. دايما نتمنى ان تكون اسره التحكيم في مصر فيها تناغم وفيها حب، الناس اللي جوه مع الناس اللي بره، ويبقى في تجميع حلوه كده، دايما ما يبقاش في مشاكل عند اسره التحكيم. دايما الجمله دي بتتقال على التحكيم تحديدا ان هو اسره، بس احنا بصراحه كابتن ابراهيم في كثير من الاحيان ما بنشوفش الاسره دي مترابطه، فيها احيانا تفكك. امتى نشوف اسره التحكيم مترابطه عشان حتى الناس اللي بره سواء جماهير او اعلاميين او خلافه يبقوا مقتنعين وثابتين وواثقين في اللي بيديروا الحكام سواء جوه او حتى الناس الخبراء اللي بره؟ انا بكلمك بصراحه شديده. احنا حققنا ده بشكل كبير وشفنا رموز التحكيم المصري، كابتن جمال الغندور، كابتن عصام عبد الفتاح، كابتن احمد الشناوي، كابتن قادر عبد العظيم، الكابتن سمير عثمان، الكابتن ناصر عبد الرؤوف، الكابتن توفيق السيد، الكابتن تحسين ابو السادات، انا مش عايز انسى حد بصراحه، كابتن خليل حامد، الكابتن ميشي الطلع، مجموعه كبيره جدا التفت حوالين التحكيم المصري والاجواء ما بيننا بقت صافيه جدا. هايل. وكنا الدكتور نبيل ندى وكنا متواجدين في معسكر الحكام في المدينه الشبابيه في ابو قير. في بعض الاصدقاء تم دعوتهم وظروف عملهم منعتهم من الحضور. وفي شخص منشق عننا واخد طريق الهجوم لايجاد مكانه لي بشكل غير معتاد، هو الان هو الوحيد اللي منشق عننا بس هو وتم دعوته وتم أيوة دعوته أيوة مني انا شخصيا، هو رغم ان انا اصغر سنا منه لكن برضه مديت له ايدي، قلت له انت ما ينفعش تبقى مش متواجد او بعيد، انت لازم تبقى في وسطنا وتشرف وتنور من يوم كذا ليوم كذا معسكر، اختار التوقيت اللي يناسبك واختار الماده العلميه اللي انت تقدر توصلها لزمايلك وتعالى تتفضل مشكور تبقى موجود. وقال لي هبلغني هبلغك، وما جاش. انا ما عنديش عقد مع حد، لو في حد عنده عقد نفسيه من خلال منافسات في فترات سابقه كانت ما بيننا، او عنده عقد نفسيه من بعد مسؤولين لجان الحكام اللي حطوا البعض في وضعهم الطبيعي، ده حاجه تخص هو. احنا مش هنعالج الناس نفسيا يا استاذ كريم، احنا مش هنعالج ولا هنربي الناس، احنا ناس كبيره مسؤوله. لا كل الناس الراجل المسؤول اللي عايز يبقى في وسط المسؤولين طيب يتسلم بشكل محترم. طبعا يا كابتن ابراهيم، بس طبعا هنا الاحترام لكل الناس، وحتى لو الخلاف في وجهات النظر، كابتن جهاد له كل احترام وحضرتك ليك كل احترامك، الجميع لهم كل احترام. بشكل عام انا فاهم انا فاهم انا فاهم انا بوضح ده باكد على كلامك انه انت بتحترم الجميع. انا دلوقتي كابتن ابراهيم، كلام كان الفتره اللي فاتت عن فكره انه ممكن نجيب خبير تحكيم اجنبي، والاهلي طلب ده في بيان رسمي كمان وخطاب رسمي لاتحاد الكره، والاهلي قال انه بناء على اتفاق مع رابطه الانديه ومع اتحاد الكره قالوا ان في خبير تحكيم اجنبي. هل ده كان سبب من الاسباب اللي خلاك تقدم استقالتك؟ هل انت مرحب بفكره ان يبقى في خبير تحكيم اجنبي ولا لا؟ والله اللي في مصلحه الكره المصريه احنا معاه. انا متواجد بشتغل بدون اي مقابل، مساعد زملائي قبل رد الجميل لمنظومه التحكيم. انا في وسط زمايلي اللي انا لسه لحد 30/12 في القائمه الدوليه موجود معاهم، وبيجي لي ماتشات في الكاف وبعتذر عشان خاطر برضه حفاظا على الشكل العام وبرستيج في وسط زمايلي، ما ينفعش ابقى متواجد هنا ومتواجد هنا. بما يخص التحكيم الاجنبي من عدمه، انا قلتها بمنتهى الشفافيه وقلتها النهارده في زملائي في التحليل. يا كابتن كريم اتفضل، من عمل منكم عمل فليتقنه. الاتقان في العمل والاهتمام هيوصلك لاحترام الجميع، زي ما الجميع ادونا الفرصه السوبر ووثقوا في التحكيم المصري وادينا اداء جيد جدا ووصل لدرجه الامتياز وشكرنا الاربع انديه على ثقتهم، كان لازم دوت نبنى عليه ونبدا الدوري بشكل جيد وان احنا نرتقي بالمستوى افضل من مستوى السوبر، وبالتالي محدش هيفكر يجيب خبير اجنبي طالما الامور على ما يرام. لكن في وقت الاخفاق وتكرار الاخفاقات وهبوط المستوى الفني والاداري للتحكيم، من حق اي حد يتكلم باي شكل، سواء انتقاد، سواء طلبات لحكام اجانب، سواء طلبات لحكام تيجي تدير المباريات اجانب، ان احنا اللي فرطنا في حقوقنا واحنا اللي بنجيب جون في نفسنا. ده كلام بمنتهى الشفافيه. مفهوم. هنبقى موجودين على ارض الواقع، هنهتم وهنحافظ على المستوى
الفني والبدني والاداري والاخطاء هتبقى قليله. محدش معاه، محدش يعني من الانديه معاه فلوس عايز يعني يصرفها او ينفقها في مكان ممكن يستخدمها في مكان اخر. طالما احنا موجودين هيبقى عندنا اخفاقات، لازم يا كابتن كريم نواجه نفسنا ونقول احنا عندنا اخطاء ونصلح اخطائنا، والا لا محدش يلوم الا نفسه. عظيم. بشكل مباشر وواضح وصريح وبسؤال مباشر جدا، هل بعد مراجعه تسجيلات الفار هل حقيقي ان الكابتن محمد عادل كان واخد قرار بضرب بعدم ضربه جزاء وراح في مباراه الزمالك والبنك الاهلي في الكره الاخيره احتسب ضربه جزاء؟ عشان يبقى رد واضح وحازم وحاسم في الامر ده يا كابتن ابراهيم. بعد هو بس للاسف الشديد طبعا حضرتك عارف ان الامانه المهنيه تقتضي ان انا لما يبقى في تحليل لم ينتهي احنا ما خلصناش النهارده التحليل وفي جلسه استماع بكره ما بيننا وما بين لجنه الحكام وما بين زمايل الحكام اللي كانوا في المباراه هنكمل تحليل المباراه النهارده، ان احنا كنا النهارده عندنا ندوه تثقيفيه كده، كابتن سيد مراد كان بيعمل ريفريش للحكام الفار، كان في فوق من الساعه 10 لواحدة ومن واحدة لاثنين الفترة البريك عملنا التحليل الفني، ومن اثنين لخمسة عملنا الفوق الثاني. فاحنا الساعه دي ما كملتش، ما يعني ما قدرناش نكمل كل المباريات، فتبقت المباراه بتاعت الزمالك والبنك الاهلي وكان فيها موجود بس الكابتن ميدو عشان ما كانش المساعدين موجودين، الكابتن ميدو والكابتن محمد عادل حكم وحكم الفار. فبكره ان شاء الله هم كل الطاقم هيجي عشان خاطر ايه يعني نراجع الحالات مع بعض ونسمع التسجيلات ونشوف للتصحيح والتوضيح، مش للعقاب والحساب، لان في الاول وفي الاخر انا من منبرك المحترم بقول ما